دلوقتي يا كيجي تو حطيت في البرطمان الميه مغليه زي ما انتم شايفين، الميه مغليه تمام. هنحط عليها الطبق ده فيه ميه فيه تلج زي بالظبط، هنعتبر الطبق ده زي السحابه فوق. السحابه فوق بيبقى درجه الحراره منخفضه جدا، تلج تبقى زي التلج. هنا يا اولاد بصوا كده معايا، شايفين ده بخار اللي طالع من الميه المغليه دي، بخار لما يطلع يتصاعد لفوق كده زي ما انتم شايفينه. ايوه بيسخن، هيطلع لفوق هيخبط في ايه؟ شايفين في القاع بتاع الطبق، في القاع بتاع الطبق. الطبق دلوقتي فيه تلج، يعني الطبق ده هتلاقوا من هنا تلج، يعني درجه الحراره منخفضه جدا وتلج زي التلاجه. هيحصل ايه؟ هنشوف دلوقتي بقى هيحصل ايه للميه، بخار الميه اللي بيطلع فوق وبيخبط في ايه؟ في القاع بتاع الطبق اللي هو المتلج ده. هنشوف هيحصل له دلوقتي ايه؟ هنستنى شويه كده. هنستنى شويه وهنشوف هيحصل هنا ايه على الجدار بتاع البرطمان. هنشوف دلوقتي قطرات ميه مع بعض وهنلاقيها نازله على الجدار بتاع البرطمان، بس هنستنى شويه لحد ما ايه؟ ما بخار الميه كله يخلص ويطلع فوق ويبدا تاني يتكثف وينزل. بس انا جربتها في البيت. شاطر يا محمد. شايفين الميه بتنزل ازاي؟ ده بقى المفروض يبقى المطر. شايفين اهو، هتلاقوا دلوقتي ميه كتير نازله. عشان لما باخد الميه من التلاجه بلاقيها كده. هي كانت في التلاجه وطلعناها بره. هجيبها عندكم، بس لسه لما تنزل الميه كتير على الجدران هجيبها لكم. هجيبها عندكم عشان تشوفوها. انا هجيبها لكم حاضر، بس لسه البخار بيطلع ولسه بيتكثف عشان ينزل. شايفين كيجي؟ بس من غير ما نلمسها عشان الطبق بس ما انا خايف التاني. هجيبها لك. الميس جايه لكم. Thank you.
النوم. صحيت الشمس عملت ايه؟ بتسخن الميه بتاعت البحر بتاعت النهر، صح كده؟ شايفين البخار اهو؟ زي بالظبط البخار اللي كنا شايفينه اللي طالع من الميه وهي مخليه. كمان الشجر والزرع برضو هيسخن الميه اللي فيه وهيطلع اهو البخار، عمليه النضح بتاعتنا. البخار طالع من البحر والنهر وطالع من الزرع، رايح فين؟ رايح فين؟ السحابه فوق، هيتجمع جوه السحابه، يتجمع جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، وبعدين لما ايه؟ لما تتقل السحابه هيحصل ايه؟ المطره هتنزل لنا، زي بقى ما احنا شايفين كده، شايفين؟ اهي الميه اللي نازله دي على الجدار بتاع البرتقال، زي المطره بالظبط اللي نزلت على الزرع وعلى البحر والنهر تاني، وترجع تاني الشمس تسخن الميه وتتبخر وهكذا، وترجع تاني دوار ماشي. Thank you.